بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة النهاردة 90 يوم بالضبط على تشكيل هذه الوزارة. كان حلف اليمين يوم 1 مارس، النهاردة 31 مايو، 3 شهور كان عندنا تكليفات. وبالتالي أنا فاكر أول حاجة عملتها إن أنا برضو التقيت بزملائي الصحفيين وأجهزة الإعلام في أول يوم من التشكيل، وأعلننا خريطة الطريق أو التكليفات اللي كلفت بيها. الحمد لله في نهاية 90 يوم اللي هو تقريبا عمر الحكومة، أنا قلت برضو أقعد معاكم ومع زملائي. الحمد لله إن تم فعلاً تحقيق التكليف الأول بامتياز، استكمال خارطة الطريق المرحلة الثانية. بس هذا الامتياز جاي من ثقة الشعب في إنه فرض إرادته بانتخاب رئيس جمهورية بإرادة شعب مصر، وفي نفس الوقت بشهادة العالم أجمع إن فعلاً كانت هذه الانتخابات ممكن أقول عليها انتخابات نموذجية لم يشبها شائبة. أقسمنا جميعاً على الحياة، والحمد لله ضمير كل واحد فينا أمام ربه وأمام شعبه فعلاً مرتاح لأنه راعى القسم. نموذجية في إدارتها، في مناخ الأمن والأمان، في إدارياتها، المناخ العام. وانتهت هذه المرحلة بأن الشعب خرج يعبر ولا زال يعبر بفرحة غامرة من الشمال للجنوب. فرحة لأن فعلا شايف إرادته هي اللي اتحققت. الحمد لله الشعب اختار قائد، وهذا القائد باختيار هذا الشعب سيبنوا بإذن الله مستقبل مصر ومصر الحديثة. الفرحة هتهدأ ويبدأ مواجهة التحديات والعمل والإنتاج. كتب على هذه الحكومة في نفس الوقت في تكليفات هذه الحكومة ليس كشف حساب، ولكن هو فقط للذاكرة. كان الموضوع الأول استكمال خريطة الطريق، زي ما قلت الحمد لله نجاح بامتياز. ثم الأمن وشعور المواطن النهاردة بالأمن مقارنة من 90 يوم هو أيضا الشهادة. كل يوم الحمد لله هناك تصفية لجيوب الإرهاب واقتحام لمواقع إجرامية، والأمن ليلا يزداد ونهارا يعود الانضباط بدرجات محسوسة. العدالة الاجتماعية تكليف واضح، لم نأخذ قرار إلا ما كان في كل قرار اتخذ العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تتمثل في الكثير، وبالتالي كانت البوصلة دايما راحة على العدالة الاجتماعية. اشتغلنا في كثير من الأحيان
إن إحنا يجب أن تكون هناك ملفات يجب أن تقتحم لم نتردد. وأبسط حاجة وهو لما جينا في موضوع الغاز لم يمس الفقير في الغاز، لأن الغاز الفقير ما عندوش غاز. اتحمل الأكل، كان موضوع بسيط ولكن كان ملف لازم يتفتح. أنا بدي مثال لحاجة بسيطة. انعكس الكلام ده على توفير المواد الغذائية وتخفيض الأسعار بقدر محسوس. هذا ما نراه في الجمعيات التعاونية اليوم. رجعت الجمعيات التعاونية إلى دورها الاجتماعي بعد ما كان فعلاً ابتدت تنكمش في الخدمات ورجعت، وهناك برنامج كبير جداً لعودة الجمعيات التعاونية. يمكن في آخر شهر المواطن حس بيها وحس بالجودة، حس بأن الأسعار فعلاً بتنخفض في الجمعيات التعاونية مقارنة بالسوق، والأسعار والغذاء متوفر. رغيف الخبز أيضاً كان هناك منظومة 40 سنة ما حدش قدر يقرب لرغيف الخبز، ولكن احنا من منظور العدالة الاجتماعية ومن منظور كرامة الإنسان المصري كان علينا فعلاً أن نفكر ونأخذ القرارات في نصف هذه الطوابير اللي كانت بتم. المواطن يبتدي الصبح يصحى بدري الساعة 5:30 6 عشان يحصل على رغيف عيش، والساعة بعد 3-4 ساعات الفرن يتقفل. ابتدينا في بورسعيد، في الإسماعيلية، في السويس، والنهاردة وزير التموين بدأ في القاهرة، في جنوب القاهرة، ومستمر. والاستثمار وجذب الاستثمار، دخلنا في قرارات لأن كان يجب إعادة الثقة للاستثمار. لجان لفض المنازعات وتسوية المنازعات تعمل ليل نهار. عدد كبير من هذه المنازعات الحمد لله وصلنا إلى نتائج فيها توازن بين حق الوطن وتشجيع الاستثمار. لم نتنازل بمليم واحد عن حق الوطن، وفي نفس الوقت كنا نراعي ونرسل إجابات أو رسائل إيجابية لأن مصر تفتح ذراعيها للاستثمار. وإن شاء الله في المرحلة الجاية سيكون هناك الكثير الكثير من الاستثمارات، لأن مصر حقيقة جاذبة للاستثمار. كان هناك قانون هذا المجلس عمل فيه ليل نهار لإصداره، اللي هو عدم الطعن على العقود اللي بين الدولة وبين أو تنظيم الطعن على العقود اللي بين الدولة وبين طرف آخر، يحمي هذه العقود وفي نفس الوقت لا يحمي الفساد ولا يحمي الفساد. لأن أي مواطن عنده مشكلة يرى مشكلة النائب العام موجود والنيابة العامة. لكن يعني كان هذا رسالة الحقيقة رسالة إيجابية. دور مصر على الساحة العالمية وعودة مصر على الساحة العالمية، وده كان من تكليفات السيد الرئيس. الحمد لله النهاردة يعني أقدر أقول إن مصر بترجع وبقوة لدورها الإفريقي، وكان هناك الكثير من التحركات على الصعيد الإفريقي وكثير من التأكيدات أيضاً على عودة مصر إلى مكانها الطبيعي في الاتحاد الإفريقي بمجرد إن شاء الله ما يتم تنصيب الرئيس ودعوته إلى حضور مؤتمر القمة الإفريقي. رسائل إيجابية مش في إفريقيا بس، وعلى مستوى الدول العربية وعلى مستوى العالم. التحرك الدائم والمستمر للسيد وزير الخارجية على مستوى سواء في
على مستوى المنظمات الدولية أو على مستوى الدول محسوس وواضح. آخر حاجة أول أمس رفع اسم مصر من القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية، هذا هو عودة مصر وبقوة وبعجلة تزودية وسرعة. مصر هترجع تاني إلى موقعها، مش اللي هي يناسب اسم مصر. أخيرا وليس آخرا، حرية الإعلام والتواصل مع الإعلام، وكان ده أيضا من تكليفات السيد الرئيس، التواصل كان مستمر ونقل الصورة مستمر، مع سواء مع الإعلام أو مع الصحافة، مع الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي كان هناك تواصل مستمر لتوضيح الرؤية، وبالتالي كان هناك تواصل مع المجتمع، وبالتالي هذه الحكومة استطاعت بوجودها وتواصلها مع الإعلام وتواجدها في الشارع أيضاً أن تتواصل مع المجتمع وترتبط بالمجتمع وتحس بالمجتمع. لم نعتمد أبداً على تقارير أبداً، كان هناك تخطيط، كان هناك عمل ليل نهار في التخطيط وفي الاجتماعات وفي اللجان، ولكن كان هناك أيضاً متابعة ميدانية من السادة الوزراء ومن السادة المحافظين، وكان هناك متابعة في مجلس الوزراء عن كل كلمة قيلت وعن حدوث تغيير في بعض الأحوال يشعر بها الشارع المصري، شارع المعز، مصر القديمة، الأهرام، المحافظات. في هذه الفترة رحنا أسوان ورحنا الوادي الجديد ورحنا الكثير الكثير من المحافظات، السادة الوزراء وأنا معاهم في بعض الأحيان، أو كان هناك الحقيقة إحساس بالشارع المصري ورؤية لإعلام الشارع المصري وأيضا زرع لأمال الشارع المصري. كل ده وفي النهاية كان علينا أن نتقدم بموازنة، موازنة قوية وجريئة وكبيرة، وتعتبر من متهيألي أكبر موازنة قدمت في تاريخ الوطن. موازنة عدنا فيها يمكن في اللجنة الاقتصادية ليالي، كل رقم فيها درس، وكنا كل ما نتكلم نقول في الموازنة نتكلم على إصلاح، نقول لا إصلاح اجتماعي اقتصادي، ولم تكن فقط إصلاح اقتصادي، لأن كان يعتبر أن الإصلاح الاجتماعي هو القاطرة للنجاح. إذا قلنا موازنة رقم 53% للخدمات الاجتماعية، يبقى موازنة فتحت كل الملفات، كل الملفات، لأن عدم فتح الملفات وعدم الإصلاح الاقتصادي وفي نهاية عمل هذه الحكومة كان عليها أن تقدم هذه الموازنة وتفتح هذه الملفات لمن يأتي وتقول له هذه هي النقاط التي يجب أن يتم التدخل الجراحي في بعض الأحيان أو العلاجي في أحيان أخرى أو الإصلاحي، لأن بعض الملفات إذا تركت أو لم نواجهها أنا بعتبرها أنها يعتبر نوع من الغدر والخيانة للوطن. موازنة فيها إصلاح اقتصادي مبني على جذب الاستثمار، مبني على إدارة جيدة لمحفظة المال العام ومال الدولة، مبني على العدالة الاجتماعية أيضاً، إصلاح ضريبي على الفقير أن تحميه الحكومة، وعلى الغني أيضاً أن يساهم في السلام الاجتماعي. موازنة واجهت
التشوهات في الدعم، تشوهات حادة وخطيرة لا يرضاها الضمير أبداً. أن تحت مظلة الصوت العالي والدعم أن نخشى، لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يجب أن نحن نكون في منتهى الصراحة لما بنتكلم النهاردة على دعم طاقة، وأن يجب فعلاً فتح هذا الملف، ونتكلم أن الذي يدعم هو الغني على حساب الفقير، أظن أن ده مرفوض. وأظن أن إحنا عارفين كويس قوي أن هناك من يزايد ومن يغير الحقائق، ولكن الشعب اللي عرف يختار وحط ثقته في القائد، وبناء على هذه الثقة اللي إن شاء الله هتكون مستمرة، هي الثقة اللي فعلاً على القيادة وعلى هذه الحكومة أنها كانت تقول الحقيقة للشعب، إن هناك تشوهات، وببسط الأمور، ولازم نبسط الأمور عشان تصل إلى كل رجل وكل ربة منزل، بل لكل طفل في مدرسة يفهم إن دي بلد النهاردة ليها موارد كبيرة هتكتشف، وليها إمكانيات كبيرة، ولكن في مرحلة انتقالية يجب أن نقول صراحة إن احنا في حالة حرب لا تقل عن 73، حرب مع التحديات. نجح هذا الشعب، وزي ما بقول وبكرر بفخر، إنه هذا من الهزيمة، فهو سيقبل أيضا إنه يمر وهيعدي ويتحدى التحديات. أول تحدي أقولها بمنتهى البساطة لما بقول الدين العام. يعني إيه الدين العام؟ هو برضو لازم الناس تعرف، يعني المبالغ اللي على، ما هو في الأول وفي الآخر البلد دي ملك مين؟ ما ملك الشعب. لما أنا أروح أخذ دين كحكومة، مين اللي هيرده؟ الأجيال، مش جيلي، ولا يمكن جيلكم كمان. جيلكم هيدفع أكتر، ولكن أحفادنا وأولادنا هنسيب لهم إيه؟ بلد مديونة. النهاردة الدين العام لما يصل إلى 1650 مليار جنيه، أو ما بيطلق عليه 1.6 تريليون، تريليون، وكمان نزود عليه كمان لو أنا استمريت في عجز الموازنة ده، كان لو ما كناش عملنا واشتغلنا 350 مليار، دخلنا فوق ال 2 مليار. طب وبعدين؟ أنا آسف، 2 تريليون، مين اللي هيدفع؟ ما أنتوا وولادكم. ما نتكلم، يعني احنا عايزين نتكلم، لان اللي يقول لك ايه الفقراء، الفقراء في عينينا، الفقراء في عيون كل مسؤول، لان هي العداله الاجتماعيه اللي قامت عليها ثورتين، لكن مش عشان تحت بند ان احنا مش قادرين نواجه، نستمر في زياده الدين العام وزياده عجز الموازنه. عجز الموازنه لو كنا مشينا عادي زي كل سنة كان هيوصل 350 مليار جنيه. الحمد لله قدرنا به خطط كبيرة ان احنا ننزل اظن ل 280 مليار، يعني مش كده 288 مليار، 287 مليار. شوفوا بقى الفايدة اللي علينا، اللي كنا لو احنا استمرينا كانت هتبقى ايه. لكن اكتر من كده الثقه، لما بنقول احنا عايزين، لما واحد بيبص يلاقي ان عجز الموازنه بيزيد والدين العام بيزيد، هيجي هدي هتبقى بلد لما بتيجي تقيم اقتصاديا تبقى تقييمها طارده للاستثمار. وبالتالي لما بيلاقوا ان الشعب بيجتهد وبيحاول يصلح، يبقى فعلا تقييمه قدام المؤسسات الماليه العالميه بلا شك بيرتفع. وبالتالي في هذه الموازنه وجهنا كهرباء، شرايح كهرباء لا يمكن ابدا
كل ما زاد استهلاكك للكهرباء تدعم. ازاي يعني؟ انا عايز باي عدل واي عداله اجتماعيه ادعم الغني. كل ما عندك جهازين تكييف تاخد دعمه اكتر، ثلاثه اكتر، اربعه اكتر، اللي عنده سته ده بقى وجهنا. ايضا الوقود بخطه على 5 سنين كان لازم نواجهها، بحيث ان مش ممكن ابدا النهارده اللي بيستخدم الاتوبيس واللي عنده سياره، اللي عنده سياره فارهه ياخد دعم اكتر، واللي عنده سيارتين ياخد دعم اكتر، والهيئات العالميه والشركات كلام. طب مين اللي بيدفع؟ ما هو الفقير والسفارات. مين اللي هيدفع؟ الفقير اللي بيدفع. طب ازاي احمي الفقير؟ زي ما بقول 57% من الموازنه الخدمات الاجتماعيه، ويمكن زملائي الوزراء لما تسالوهم هيبتدوا يدخلوا في التفاصيل. انا اسف، 53% للخدمات الاجتماعيه، واي خدمات اجتماعيه، ده احنا كمان خدمات اجتماعيه حقيقيه، لان الموضوع مثلا لما بتتكلم على التامين الصحي والمستشفيات، لا ده اصلاح. انتوا يمكن شفتوا مستشفى الزهراء، بعد شهر ان شاء الله هتشوفوه، وغيرها وغيرها، ودي اشارات، ودي يعني احنا هنشتغل لاخر دقيقه باذن الله. لكن انا بقول لكم الموضوع، احنا مش على فكره يعني، هي جزء كبير جدا من الاصلاح هيبقى اصلاح اداري، لان اداره المنظومه نفسها والانضباط 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 هو الطريق الوحيد ان احنا فعلا ننهض ببلدنا. يبقى اذا اداره المنظومه الاقتصاديه، انضباط بمعنى كلمه انضباط في الشارع وفي العمل، ثقافه العمل، ان العمل مش اختيار، طالما انت قبلت العمل، وربط الاجر بالانتاج، وضرب الفساد في مقتل وفي كل وقت. هو ده الطريق اللي احنا شفناه في هذه الحكومة، واللي احنا حطينا فيه أسس النجاح. أنا الحقيقة مش عايز أطيل إليكم، لأن أنا أعلم تماماً أن هناك الكثير من الأسئلة، ولكن أنا قلت ملامح الموازنة، ملامح الموازنة اللي هي بتراعي فعلاً أن ما بقاش بقى في وقت لأن احنا نجامل حد. أو أيضاً وضع في هذه الموازنة أساس العدالة الاجتماعية، ولكن الحماية الاجتماعية مهمة جداً، لأن نحن نعلم تماماً أن عندما ستتحرك بعض الأسعار هتنعكس على الطبقات، وما هي طرق الحماية الاجتماعية، وما هي شبكة الضمان الاجتماعي. لما نقول أن احنا مستهدفين زيادة عدد الأسر، أسر الضمان الاجتماعي، من 1.5 مليون ل3 مليون، أحسن هياخد 6 مليار تقريبا الموضوع ده، 6 مليار، ولا أدعم بنزين بحرقه؟ يعني قولوا لي بس يعني إن هو أحسن أدعم 1.5 مليون أسرة إضافية، ولا نحرق وقود ونحرق بنزين ونولع النور كده بدون ترشيد؟ المواضيع يا جماعة يجب أن تكون هناك صرخة للضمير الوطني، إن ضروري نبتدي. ما عندناش على فكرة، ما عندناش وقت نضيعه، ما عندناش وقت. ده من يعني ده من بكرة اللي أنا بقوله، ده من بكرة. من اللي أنا بقوله إن يعني رفاهية الوقت مش موجودة، رفاهية المجاملة مش موجودة. واضح الحقائق هي كده اللي لازم تتحط، حقائق امام الشعب، لان ربنا سبحانه وتعالى وضع اولي الامر امام ضميرهم الوطني. وانتم شفتوا سنوات كثيره تراكمت فيها المشاكل، لان لو كنا واجهنا، انتم عارفين دعم الكهرباء، دعم الطاقه
في تقريبا من 91. لا انا بتكلم على على 10 سنين او كم تطور اجمالي كم 685 مليار، 685 مليار جنيه دعم طاقة 10 سنين. تخيل 10 سنين، يعني تخيلوا بقى لو كنا شلنا الدعم ده كان التعليم كان وصل لفين. النهارده كل أسرة بتدفع قد ايه في الدروس الخصوصية. لما دعم الطاقة ب 130 مليار ده الوقود وزائد الكهرباء، بنتكلم على 170 مليار تقريبا، يعني كهرباء ووقودك في السنة. ونيجي نشوف الصحة بيتصرف عليها كام والتعليم بيتصرف عليه كام. ده مش ممكن. التعليم بيتصرف عليه 26 مليار والصحة بيتصرف عليه 64. وادعم طاقة وقود 170، ان هو يعني ان هو اول تعليم ابنائنا ولا الصحه ولا يعني. الحقيقه تشوهات تحتاج الى جراحه، بس مش جراحه تجميل، جراحه حقيقيه، جراحه حقيقيه بنحطها بالتدريج. لكن طاقه دعم عشان يروح الدعم خالص، عمل وانتاج وربط أجر بإنتاج، ناس ما بتنامش فعلا، ورادي، ناس تشتغل ورادي ومصانع تشتغل واستثمار وفلوس تيجي ومشروع قناة السويس يشتغل ومصانع جديدة وتنمية في كل مكان شرقا وغربا ومدن جديدة. دي مصر، ومصر غنية جدا، مصر غنية جدا. بس إيه، إن شاء الله نبتدي. أنا مش عايز أطول عشان فعلا أنا متأكد أن هناك أسئلة جديدة، ولكن دايما لازم في كل حديث طبعا تهنئة للسيد الرئيس المشير الذي اختاره الشعب، الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما الرئيس المحترم المستشار الجليل علي منصور، ودائما أقول له لقد أديت الأمانة وحافظت على العهد وحافظت على الأمة وكنت مثالا للمستشار الجليل وكنت مثالا للشموخ وكنت مثالا لصوت الحق الذي لا يعلو فوقه صوت. شكرا لك، شكرا لك باسمي كمواطن. ومتهيألي هذا هو الإحساس الجارف للشعب المصري ورجالنا، رجال القوات المسلحة، الشهداء من القوات المسلحة والشرطة. كنتم أبنائنا، ضحيتوا بدمكم، لكن مصر هتذكركم، وأنتم فخرنا. رجال القضاء اللي أشرفوا على هذه الملحمة، الملحمة اللي فعلا مصر أظهرتها للعالم، شكرا لكم. شهداء الثورة، دمكم الزكي هو اللي مخلي النهاردة عندنا أمل في بكرة. شعب مصر العظيم اللي طلع واختار رئيسه، كتب عليك أن تقبل التحدي وتنتصر أيضا. دايما أقول في الآخر حمى الله مصر، حمى الله مصر، حمى الله مصر. سيادة رئيس الوزراء، بنحيي حضرتك أولا أن حضرتك عملت اجتماعين متتاليين فيما يتعلق بالأزمة التي نشبت على مدى الثلاثة أيام الماضية، وأيضا يعني الدكتور هاني أدري وطلع وضح القضية، خصوصا أن هي قضية تتعلق بالبورصة وبالاستثمارات، وهذا شيء مهم جدا. احنا بس كنا بنسأل، هل فعلا مجلس الوزراء يعني وافق؟ هل هناك مشروع قانون معد؟ نعم. هل وافق عليه مجلس الوزراء؟ هل يحال إلى رئيس الجمهورية لإصداره أم انتظار مجلس الشعب؟ شكرا. إن هناك مبادئ بتحكم
صياغة السياسة الاقتصادية لمصر للمستقبل. المبادئ بتقوم على الآتي: أنه لا إجراء اقتصادي دون أن يكون مواكباً معه أو مواكباً معه إجراء له صبغة اجتماعية أو مكون اجتماعي مرتفع، ولا إجراء فيه حماية اجتماعية إلا إذا كان ممولاً ويحتاج إلى تمويل هيكلي ومستمر حتى لا يتوقف، ويتحول أو تتحول المنحة الاجتماعية أو الإجراء الاجتماعي إلى عبء لا تحتمل الأجيال القادمة. فدي مبادئ بتحكم. المبدأ الثالث أن مصر لن تدار سياستها الاقتصادية استناداً على معونات من الخارج، رغم ما وصلنا من إعانات كريمة في وقت دقيق مر بالاقتصاد المصري، ولكننا لن نستمر أبداً على تكييف السياسة الاقتصادية لمصر بناء على مثل المساعدات التي وصلتنا، وعلينا الواجب الحتمي أن نقوم بواجبنا تجاه أنفسنا وتجاه وطننا. ومع ذلك، وأنا على يقين منتهى اليقين أن إذا احتاجت مصر لمساعدات من الخارج فلن يتأخر أحد، ولكن علينا أن نتخذ خطواتنا. المبدأ الرابع والأخير، وهو كما أن العدالة الاجتماعية تتحدث حول توزيع المنافع، فهناك أيضا توزيع للأعباء، والتوزيع يجب أن يكون متدرجا، يتحمل أصحاب الأموال الوفيرة القسم الأكبر منه، وتتدرج هذه الأعباء بالانخفاض كلما قلت الدخول، حتى نصل إلى الحماية الكاملة والتامة لمحدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية وحدهم ودون غيرهم، وللتأكيد ودون غيرهم. الموارد الضريبية في مصر، إذا استبعدنا الموارد السيادية من قناة السويس، من البنك المركزي، من البترول، من العائدات على الأذون والسندات، فهي 8% من الناتج القومي. الدول حولنا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تصل هذه النسبة إلى 25 أو 27% من الناتج القومي. إذن عندما نتحدث حول ضريبة ما، يجب أن ننظر إلى المنظومة الضريبية بأكملها. جزء من انخفاض الموارد الضريبية في مصر بيعود إلى أن النشاط الاقتصادي معظمه يخرج خارج المظلة الضريبية معفي، جزء آخر نتيجة قصور في الإدارة الضريبية، ونقوم على تقويمه بكل تأكيد ولن نتركه هكذا، جزء آخر نتيجة عدم التزام المجتمع الضريبي، وأيضا نقوم على مواجهة هذا. أعود إلى سؤالك بعد هذه المقدمة. هذه الضريبة اخترنا ما بين النظم المطبقة في العالم كله، اخترنا المعيار الذي يحجم من العبء الضريبي على من ستقع عليهم الضريبة. أقصى أنواع الضرائب مثلما كان يحدث في البرازيل أو بعض الدول الأخرى، تكون الضريبة على الأرباح الرأسمالية مستقطعة. وبالمناسبة في القانون الحالي الأرباح الرأسمالية خاضعة للضريبة طالما أنها غير مقيدة بالبورصة، ومعفاة إذا قيدت الأوراق في البورصة. حافظنا على الميزة النسبية لهذا النظام، ولكن عندما نجد أن المضاعف ما بين الأسعار وما بين الإيرادات التي تحققها الشركات هناك مضاعف يقرأ 16 و17 ضعف، إذن فهناك فرصة أن نتدخل لنستقطع جزء من هذا المضاعف لصالح 90 مليون مواطن. هذا جزء من العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية في المقام الأول، وهو توسيع قاعدة الضريبة وتوزيع العبء في خدمة المجتمع. في البرازيل بيستقطعوا ضريبة مستقطعة من المنبع على كل معاملة. احنا هنا مشينا إلى أقل الأعباء الضريبية في هذا النوع، وهو خضوع صافي الربح المحقق على المحفظة في نهاية العام لنسبة 10%.
يعني المستثمر باع واشترى طول السنة، حقق أرباح وحقق خسائر، بنيجي آخر السنة بنشوف على صافي المحفظة حقق قد إيه، وبناخد 10% ليعاد تدويرها مرة أخرى إلى كافة قطاعات الدولة. ومع إعطاء الحق للمستثمر سواء كان فرد طبيعي أو كانت منشأة لترحيل الخسائر إلى 3 سنوات، هذا أخف عبء ضريبي يمكن أن يتقرر على مثل هذا النوع من الضرائب. حاولنا بقدر المستطاع وإن شاء الله سننجح في هذا أن نجنب المستثمر أي عبء إداري في هذا الأمر، وتم الاتفاق مع شركة مصر للمقاصة لوضع الأنظمة التي تتيح استقطاع أو حساب الضريبة في نهاية السنة بسهولة وبيسر. بالنسبة للشركات غير المقيدة في البورصة هيظل نفس الحكم الضريبي مطبق عليها، وهي جزء من أرباح النشاط. أرجو أن أكون أجبت على سؤالك. مشروع قانون نوقش في مجلس الوزراء، نوقش في المجموعة الاقتصادية، وظل، وده الأهم أو الذي لا يقل أهمية، ظل يناقش مع الدوائر المتخصصة على مدار 3 أسابيع. يعني احنا بدأنا في مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بأسبوعين قبلها، فمجموع النقاشات خد 5 أسابيع. 3 أسابيع مع المستثمرين، مع هيئة الرقابة المالية، مع مصر المقاصة، مع بيوت المحاسبة. وللأسف الشديد تسرب الخبر في أحد الاجتماعات المغلقة من أحد سمحت له أخلاقه بتسريب هذا الأمر رغم خطورته، مما أدى وانعكس سلبا على الأسواق. وبدأنا أو أخذنا خطوات متسرعة حتى يتم إصدار هذا القانون في أقرب وقت، وهو قارب على الانتهاء من دراسته ومراجعته في مجلس الدولة. وما تسربك طبعا كان متضاربا وليس فقط خاطئا، كان خاطئا ومتضاربا. لا حديث عن توقيتات، ولكننا سوف نسعى إلى إصدار هذا القانون في أسرع وقت ممكن حتى نوقف الخسارة التي حدثت نتيجة تسربه. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء الأفاضل، تحملتم المسؤولية في وقت دقيق من عمر الوطن، شاهدكم المواطن المصري في أماكن عدة، في شارع المعز لدين الله، في دول إفريقية، في الصعيد، في أماكن كثيرة، أدرتم الأزمات المختلفة من الميدان، أنتم ورفاقكم الذين تحملوا المسؤولية والذين اخترتهم أنتم أيضا. سيادتك، كلمة توجهها للسادة الوزراء ونحن في يعني في لحظة شديدة الخصوصية من عمر مصر، ونتطلع إلى مستقبل أيضا باهر إن شاء الله. تفضل. بلا شك هي كلمات شكر واعتزاز واحترام، لأن الحقيقة يعني هذه المجموعة عملت، والمحرك الرئيسي ليها والوحيد كان ضمير وطن وأمانة. كان هناك تنسيق على أعلى مستوى، ويمكن أن اجتماعات مجلس الوزراء كانت ثرية جدا بالحوار بوجهات النظر، وفي الآخر كنا بنأخذ قرار مبني على الرأي والرأي الآخر، وفي الآخر هو المصلحة. ولكن كان كيف يعني كان سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ القرار ومتابعة القرار كانت سمة هذه الحكومة. فكل الشكر لزملائي، وإن شاء الله يكتب في ميزان حسناتهم. شكرا.